بتغطس انت بتسوقه؟ اذا شاركت بس كذا. تعرف تسبح؟ سبحان الله. لا ها شلون انت تسوي كذا؟ شاركت بالموضوع. هذا ما يسوي لواحد سباح. لا مو بلازم. ما قد سبحت في البحر؟ البحر؟ لا. ليه؟ سبحت في شو اسمه؟ تدري يوم تدري صغير شو اسوي؟ عندنا بانيو الله يعزك في الحمام، والله العظيم اني صادق. البانيو جاي كذا بدايته كبير هو شوي. المهم كذا في زي النزله، فهمت؟ نزلته كذا. كنت انا بزر، فهمت؟ وفي مساحه ورا. كنت اجي كذا وازلق واطب في البانيو. والله العظيم يا سيدي. بس غلط صح؟ غلط وش غلط؟ انفقع راسي. غلط لا غض النظر عن انفقع راسك، يعني ممكن الشخص اللي يتوهق وبعدين ما عاد يقدر يطلع. شلون بانيو ترى وش اللي ما حتى ولو يمكن شو اسمه الا يمكن طفل صغير. عرفت؟ ايش دخل طفل صغير؟ انا اقعد اعلمك سالفه وانت تبي توصل رساله. والله صدق والله انا اقول لك يعني انت ممكن انت سويته تدري من الحماس ايش تسوي؟ احط كلور. ما شاء الله. شفت هذه حقت المسبح؟ إيه؟ ما احطها لا. طيب تسبح الحين؟ ها؟ الحين تعرف تسبح؟ اي والله انا ما كنت اعرف اسبح. الين مسكني شو اسمه؟ ولد عمي كبير كان عندنا مسبح الشركية في البيت. مسكني ينطني في المسبح. ها؟ بق 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 وغرق وش انه يضرب؟ كان عندي فوبيا من المسبح. لا راح الخوف خلاص. كان عندي فوبيا من المسبح منو شو؟ والله قلتك والله العظيم اني صادق. عندنا شلال زي في البيت. الشلال شلون؟ فوق زي الممر عرفت؟ ايه وعرفت الاحجار اللي عند الشلال زي كذا واضح. حلو الممر ما له دخل في السالفه، انا شرحته وهو ما له دخل في السالفه. المهم كنا نلعب كوره، والله اني صادق كنا نلعب كوره ما ادري من اللي معي، الزبده الكوره وين طاحت؟ نسبة في الشلال. هو في الشلال ايه خليني بعلمك كيف طريقته. كيف طريقه رسمه؟ انا بتذكر السالفه. هذا المسبح حلو؟ ترى بنحب لك الحركات كراكان يعني. في فتحه صغيره في المسبح. ها؟ يدخل في فتحه صغيره يدخلك على المسبح. حلوين؟ في فتحه صغيره يدخلك وين؟ على المسبح. والله العظيم ما جاك من الصدق. الزبده نزلت وزلقت. ها؟ ريح تسلم. وين رحت؟ وين؟ جرفتني الرياح بما لا تشتهي السفن الى المسبح. ما ادري تجرف الرياح. عود. والله العظيم. وطيح في وسطي. ومن ذاك اليوم الى يوم كذا. نشبت بالحفره؟ مو باليوم كذا لا. نشبت فيه؟ في فتحه صغيره. ايه عارف الفتحه. ايه. حلو؟ بين الشلال والمسبح مرتبطه من بعض حلو دخلت فيها ونشبت مو بنشبت وداه المسبح الكبير اللي ما يبيه الشلال جرفه غرقت ويطب واحد من ذا يطلعني اجلس اوترتوني وانت واقفي الزبده لا تعطي الرجال من الايام ذيك وانا فيني فوبيا للان لا وياخذني واحد وينطني هو الخوف لك صرت الخوف خلاص شوف سبحان الله اذا كنت تحب شخص وتثق فيه والله العظيم يا رجل شوف هذاني والله العظيم اللي كنت بزر اذا كنت تحب شخص تثق فيه تقبل منه اي شيء والله العظيم انه كان يشلني بينطني مسبح وانا عندي فوبيا من المسبح انه عادي عندي الين ما دخل داخل لا دخلت عادي تجيني رهبه الخوف او احس اني بموت ويطلعني مره مرتين ثلاث اربع خمس يومين كم كان عمرك وقتها؟ توني الظاهر توني كم؟ اولى ابتدائي صغير الله سلمك الله يعني انت تعلمت المسبح؟ تعلمت المسبح؟ اي المسبح وبعد عاد انتقلت للشيء الاكبر اول شيء كنت بانيو بعدها مسيبح بعدها شلال صغير بعدها مسبح بعدها بحر وبعدها كلمت اللي جانا اللي جابه عادل غواص ايه كنت ابي اغوص معكم خلاص الله يرحمه لو من اللي كان يروح للسيول اول انا بغوص بس ليه بشوف شفت الحياه الثانيه اللي داخل اول ما تعلمت تدري وين في حريه في البحر وانت راح تدور حريات انا اسال صدق